مروان شايفتك هون، فكرتك طلعت وأنا بالحمام. بعتذر كتير، كنت عم بدل تيابي، هلأ طالع. على شو عم تعتذر؟ ما صار شي لحتى تعتذر عليه. شو بدي قلك؟ حضر لك الفطور، أعمل لك من الكريب اللي بتحبه. شكراً، مالي جوعان، بشرب قهوة بالشركة وبكفيني. استنى، خليني أنا زرر لك القميص. شكراً، أنا هلأ طالع بشوفك. مروان شو بدي قلك؟ شو رأيك نروح مع بعض على حفلة المساء؟ نطلع من البيت سوا. الحفلة ليلة مو؟ يا ريت عندي فرصة مع روح. حبيبي ما عندك هيك فرصة، أنت مدير الشركة، شو نسيت؟ الناس بدهم يحتفلوا بالجائزة اللي أخذناها وأنت لازم تكون موجود. معك حق، لكن المساء بمرق وباخدك ومنروح سوا. صار لازم أمشي لأنه تأخرت. بشوفك. مشان الله بقى ما بدك تفهميني شو صار مبارح؟ إسراء؟ لكن مبارح صوتك كان تعبان على التليفون، وبصراحة استغربت سؤالك. معقول الإنسان يتخلى عن يلي بيحبه كرمال مصلحته ومن هالسخافة؟ شو عم يصير معك؟ ما في شي زينه. لك لا تقنعيني إنه مالك مزعوجة، في شي مضايقك، أنا متأكدة. أكيد في شي بخص مروان، فهميني، اصحك تخبي علي. بصراحة نحن حكينا مبارح وأنا قلت له إنه ما بقى بدي إياه بالمرة. شو قلتي؟ شلون يعني؟ كيف ما بدي إياه؟ لا أكيد أنت سمعان غلط، ما هيك أخي؟ أكيد قالت ما بدها، قالت ما بدها وهي عم تطلع بعيوني، تمام؟ طيب على أساس أنتوا عم تصلحوا كل شيء، وقلت لها إنك رح تستعجل بإجراءات الطلاق، مو هيك خبرتها بهالشي وهي كانت مقتنعة؟ إيه مزبوط، كانت مقتنعة. إيه قالت تمام رح أستناك، وبعدين فجأة تراجعت. والله ما عم بفهم شو عم بيصير يا أخي. طيب ليش تراجعت؟ معقولة أنت؟ لك كيف بتقلي له لمروان عن كنان إسراء؟ إيه قلت له أني حاسة بشي تجاهه وخلص. لك ليش؟ ليش قلتي له؟ بس فهميني. لأنه هيك كان لازم يصير، بده يتخلى عني، هذا المفروض. والله رح تجنيني. أصلاً مروان ليش لي يتخلى عنك؟ ما فهمت. أنت مخبي عني شي، قولي لي يا وارتاحي بقى. كلياتنا بنعرف قديشك بتحبيه لمروان، ليش كذبتي عليه الكذبة؟ بعدين كنان رفيقك. هو مال رفيقك إسراء؟ ايه طبعا رفيقي زينو، بس هذا اللي لازم يصير، ومروان لازم ينساني ويقيمني من باله. طيب ممكن تجاوبيني ليش مروان لا يتخلى عنك؟ هاد اللي ما عم بفهمه. شو صار لك؟ اسئلتك ما خلصوا؟ زينو قلت لك هذا اللي لازم يصير، يعني هذا اللي لازم يصير. بكفي، تأخرت على شغلي، انا رايحة. ما عم بفهم موسى، نفس الشي عم يتكرر ولهلأ ما عم بفهم. وعم تقلي كنان، زعلي مني وحردي وما تحاكيني، بس ما تقلي لي كنان. خليني شيل اللابتوب لأنه لازمنا بالشغل. أنت شو بدك تعمل بهذا الموضوع أخي؟ ما بعرف موسى، إذا حدا بتحبه عم يقلك حاسس بشي تجاه حدا تاني، شو ممكن تعمل؟ أنا بعرف شي واحد بس، ما بصير تطلع بكنان مثل ما عم تطلع فيني، مستحيل. الو ايه رفيف؟ تمام. تزبط لي هدول الجداول بنفس التاريخ. ايه خلص ما في مشكله ولا. صباح الخير. ما بعرف كانه في شيء غلط. صباح الخير. صباح النور. شايف وين هون الغلط؟ ايه هي بنقدر نساويها، سهل كثير. صباح الخير ميلينيوم سوف. صباح الخير. حيان لحظه بس، امبارح انا طلبت منك تحضر تقرير، ممكن تبعت لي اياه لحتى ادققه؟ بصراحه انا نسيته، لأنه تنظيم حفلة الليلة هو من مهامي. يعني ما ضل عندي وقت حك راسي، بس إذا بتغطي علي شوي بحل لك. تمام يا. بغطي عليك مو طيب مشكلة. شكراً لك. إسراء خانم، تعرف خانم بدها تشوفك بغرفتها ضروري. تمام هلأ بروح. تفضلي كارلا خانم، قال طالبتيني. ايه شو عملتوا مبارح وشو حكيتي مع مروان؟
قلت له ما بحبه وما بقى بدي اياه. ايه وصدقك؟ طبعا ما صدقني. احكي لي شو صار بالضبط اسراء؟ قال لي لو شو ما حكيتي وشو ما عملتي انا ما رح اتخلى عنك ابدا. وانا قلت له اني حاسه بشي تجاه كنان وبظن انه اقتنع. قلتي لي كنان؟ حلوه هالفكره. عن جد بهنيكي اسراء، انت ذكيه. بس كان لازم افهم انك قلتي هيك شيء، لانه فجاه كل شيء تحول بالعكس. مروان كان زعلان كثير، ولانه ما هان علي نسيته اللي صار. يا سلام، تاري عاشق مروان واسراء معلق بجمله وحده. هيك الدنيا اسراء، مثل ما انك شايفه. شو اموره؟ كأنك زعلتي، هيك مبين من وشك. طلعي، مثل ما انا وفيت بوعدي انت كمان بدك توفي بوعدك. اوعك تأذي، فهمتي؟ طول ما مروان جنبي ما رح ينأذى ابدا، اطمني. المهم خليكي ماشيه باللعبه. ما بتتخيلوا شو انبسطت لما اخذنا الجوائز. ان شاء الله الفكم. شكرا لكم. صحتكم. ايوه شو هالجو الحلو. ان شاء الله بنهاتف. شكرا لكم. شرف كبير لي اني معك. الحفله ما بتتعوض. شكرا اكبر يا حلو. الله يبارك فيكم. ان شاء الله بنضل عن تحسن، بنضل عم ننجح ان شاء الله. يلا بنشوفكم. يلا بنشوف. انبسطوا بوقت يا خالد. شكرا، اهلا وسهلا فيكم. لو سهلة. شو كيفكم؟ طالعين كتير حلوين اليوم ولابقين لبعض. هاد من ذوقك يا روحي، ما شاء الله حولك كمان انت طالعة أمورة. شكرا حبيبي. لكن نحن خلينا نمرق لعند بابا ومنرجع منشوفكم. تفضلي إسراء، تعالي نسلم على بابا. ماشي. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ مرحبا، كيفكم؟ كيف كيفكم؟ شو أخباركم؟ كيفك حيان؟ تمام؟ بنتي إسراء، أهلا وسهلا. أهلين عارف بيك، انبسطت كتير بشوفتك. هل أزعر لأنه وعدك يجيبك اليوم؟ تركني بالبيت. لا. عجبك؟ كيفك بنتي؟ أنا منيحة كتير، أنت طمني عنك. نشكر الله، عم اسمع بنجاحاتك، برافو عليكي، عم تطلع السلم النجاح خطوة خطوة مثلي. تعرفي حالك شو عم تساوي، برافو. شكرا على كلامك عارف بيك، عن جد سماع هالكلام منك بيرفع لي معنوياتي وبيفرحني، يعني فيني اقول انه عم بعمل اللي بدي اعمله. ايه هيك بيكون الفريق، مزبوط كنان بيك؟ مزبوط كلامك بابا. ها؟ ها؟ اسراء؟ ها اجت. هاي زينو رفيقتي المقربة، فيني روح لعندها وسلم عليها لو سمحت من بعد اذنك؟ طبعا يا بنتي خذوا راحتكم. شكرا كثير عارف بيك، بالاذن. يلا بالاذن بابا. شو هالحلو، اهلين زينو. وليه مو معقول قديش طالعة حلوة، بتجنني. شكرا حبيبتي. عن جد بتطير العقل. اهلين فيكم. اكيد سمعتوا كثير عن بعض مني بس ما صارت الفرصة تتعرفوا على بعضكم، ولا اجت الفرصة. كنان زينو، زينو كنان. شرفت بمعرفتك. اهلا وسهلا، الشرف لي. موسى شو اخبارك؟ منيح. انت كيفك؟ خطفت البنت الحلوة. رحت اخذتها من البيت، عن جد كبرت كثير بعيني. شكرا زينو. لكن احنا سهرانين مع بعض. ولا انا مروان ما عطيتني رايك بالجو، عجبك المكان؟ شو رايك يا بيك؟ انا عجبك. كنا من وين عم تجيب هالنكت المهضومين؟ عن جد مو معقول. يلا يا جماعة. مروان بيك. يا جماعة. مروان
مروان بيك. لحظة شوي يا جماعة، أنا شو بدي أحكي؟ يلا مروان بيك. لا تخجلنا لو سمحت، يلا تفضل. إذا بتريد أحكي يلا مروان بيك. يلا مروان بيك ننبسط. مروان بيك يا سلام. يلا بناء على طلبكم. برافو. المايك بعد إذنك. شكرا. مساء الخير جميعا. عم احكي بناء على طلبكم وما تقلقوا، ما رح طول عليكم. التطبيقات تبعاتنا حصلت على 3 جوائز. برافو. بتذكر اول فترة اسسنا فيها هاي الشركة، كل ما مرقت السنين لاحظت انه ما قدرت اتشكر الناس اللي وقفوا معي بالفترة الصعبة. وهلأ هاي فرصتي، حتى لو متأخرة بتشكر. برافو مروان بيك. وانتو كمان بتشكركم كتير يا جماعة، ما تركتوني ولا لحظة لحالي وصرنا عائلة كبيرة ونجحنا بأعمال كتيرة، ومتأكد بعد هلأ رح نوقع على أعمال أكبر وأعظم من هيك، ورح أوفي بوعدي واختصر الكلام. وليلة سعيدة لكل يلي معنا. أنا في شغلة لهلأ ما فهمتها. مروان كان عم يطلق وسجلني بالمحكمة كشاهد، تعرفي شو يعني هذا الحكي؟ شو عم تقول موسى؟ إيه؟ وإسراء مدري شو صاير لها، أنا ما عم بقدر أفهمه. والله ما بعرف شو صار بهداك اليوم موسى. إسراء لما اتصلت فيني كان صوتها كتير تعبان، وصارت تقلي ممكن تتخلي عن يلي بتحبيه كرمال مصلحته وهيك شيء. ما عم بفهم عليها، أبصر شو صاير لها. تمام. وبعدين ما حكيتي أنت وياها؟ ما سألتيها ليش هيك عملت؟ طبعا سألتها، معقول ما أسألها موسى؟ طيب ما جاوبت. عم تقلي هيك كان لازم يصير يا زينب وتسكتني. بس أنا حافظة إسراء بصم في شي، ما بعرف شو هو بس متأكدة في شي. بدي أقول شي لو سمحتوا. إسراء حبيبتي معلش تخففي من وتيرتك وإنتي عم تشتغلي. صرنا قدامك عم نبين نحن كتير كسلانين، وأنا مالي حدا كسلان وإنتي كتير عم تشتغلي بسرعة. خفي علينا شوي. مزبوط حكيو، مزبوط حكيو، عم نحس حالنا أقل منك. لا يا شباب شو هالحكي، نحن كلياتنا فريق واحد ومننجح مع بعضنا. أيوة. يا جمالك شو هالأسراء، الكل معجب فيها، الكل بيحبها لأسراء. كل هالقد بيحبوك، شو عم تعملي لهم؟ قلي لنا خلينا نحن نتعلم منك كمان، شو عم تعملي للعالم؟ يعني كارلا خانم بصراحة أنت مكبرة الموضوع، أنا مالي شايفة حالي بهالطريقة المبالغ فيها. ما؟ واثقة بحالك على طول وسادة بمشاعرك. يا جماعة. كارلا بدي قلكن شي، سكوت أنت. إسراء قبل كانت تبيع على البسطة، تخيلوا. بيع على البسطة من يلي بتعرفون بتشوفون بالشارع، وكاتبة على السي في تبعها إنها مديرة مبيعات. ما بعرف كيف كاتبة. كارلا شو عم تقولي؟ شبكينا أنا عم كذب إسراء؟ لا، واشتغلت بسوبر ماركت كمان. مزبوط فتحت بسطة، بس أنا بآمن إنه الشغل ماله عيب كارلا خانم. وهلأ مدفع كتير بشغلي اللي بشركتكم، وعم جرب أعطيك الحقه. يلي بدي إياكي تفهمي إنه أنا مالي خجلانة. تماما. يلا كارلا تعالي. يلا كارلا، يلا كارلا، يلا. ايه صحيح، كنا عم نحكي عن الاغاني ما هيك؟ شو كنا عم نحكي؟ ايه خلونا ننبسط. يلا يلا شباب. يلا اسراء. برافو برافو. انت شو عم تقول؟ اذا حابب كون واضحه معك اكثر مروان، بقول انك عشقانه للخانه، أو اعترف أنت لحالك قول إنك بتحبها لأسراء، بيكون أحسن. كارلا أنا وعدتك وعد وعم مثل دوري، مو هيك متفقين؟
انت شو عم تعملي؟ عم تبهدلي حالك. نصيحة، ما تصغري حالك لهالقد. كاني مثل زول صوفي سوا شربتك، حالي لسعى سالي شكرتك، ليلي روح حالي بازن يجي بيرما بس çok kavattık. Yolumuzun üstündeki kötülükleri hep sırtımıza çıkardık. Aldığımız hasarları ziyansız saydık. أنا ما كنت متوقع انبسط كل هالقد. ما قلت لك ما رح تملي؟ إيه صح. ليكي إسراء، إيه بدي أقول لك شغلة، فينا نطلع دقيقتين لبرا، بدي أحكي أنا وياك. إيه منطلع، ليش لا؟ تمام يلا تعي. استنى شوي، مسكني إيدي، ما عم بعرف أمشي، الكعب كتير عالي. إلي كنان، شوفي شو بدك تقول؟ إسراء، تتذكري وقت قلت لك إنه أنا بحب وحدة وهي ما بتعرف؟ إيه طبعاً بتذكر. هاي البنت خلتني صير رجال مختلف تماماً، وطول الوقت عم فكر فيها وحفظت كل ملامح وشها. لما بتزعل بزعل، ولما بتضحك على كلمة بقولها بنبسط، وطول الوقت عم فكر فيها. أنا نايم وأنا قاعد، يعني أنا ما كنت متوقع عيش هيك حالي، بس هلأ عم عيشها ومبسوط فيها كتير. كنان، إسراء، أنا عرفت إنك حاسة بشي تجاهي، يعني مشاعري ما عادت من طرف واحد. كنان وقف. لك انت شو عم تساوي؟ انت قايله لمروان انك حاسه بشي تجاه كنان، ما اسف، انا كان تصرف غبي كتير مني. كنان كنان كنان، انا بعتذر منك، انا اسفه، انا ما توقعت انك تسمع اللي صار، وما كنت بعرف انك حاسس بشي تجاهي، ولو بعرف ما كنت بقول هيك شي ابدا. كنان،
كان لازم خلي مروان يبعد عني بأي طريقة، وما كنت بعرف إنك معجب فيني. كنان لو سمحت، لو سمحت سامحني، بعتذر منك. أنا ما حسامح حالي بنوم. شو هالعملة اللي عملتها؟ كنان، كنان لو سمحت، أنا بحبك كتير، عن جد أنا بحبك كتير. أنت إنسان ما في منك بالدنيا. إسراء، أنا بدي الأكتر، بدي يكون طول الوقت جنبك ونعيش مبسوطين. ما بدي تزعلي مرة تانية، بدي أساعدك، بدي نسيكي كل جروحك. كنان آسفة، والله ما كان بقصدي. تمام، فهمت عليك. كنان شو صار معكم؟ بلاقيكي لحالي، وينو كنان؟ بس ما أكون أنا ضايقتكم بجيتي. لا ما ضايقتنا، كان لازم يروح وراح. تعرفي شو؟ بظن منيح إني شفتكن هيك، لأنه في صوت جواتي كان لساته عم يتساءل وعم يقاوم إنه يصدق شو يلي صار لحتى تكون البنت يلي قالت الصبح إنها رح تستناني صارت تتصرف هيك بالليل. معناتها مزبوطة القصة؟ إيه مزبوطة، ويا ريت تأقلم حالك على هالوضع، تقدر تتعود بسرعة، لأنه مرتك حبيبتك بتكون خففت عنك كتير هديك الليلة. شو مرتي حبيبتي؟ أي ليلة عم تحكي عنها؟ كارلا خبرتني بكل شي صار بيناتكم. وانتي صدقتي شو خبرتك؟ ليش لحتى ما صدق؟ يلي بدك يا صديقي إسراء، ما عاد اهتم ابنه. اللي رح أبقى بالشركة كارلا. لا تروح مروان، بترجاك لا تروح، نحن فينا نكون مبسوطين، خلينا ننبسط بحياتنا، بترجاك لا تتركني كارلا. لو بتنامي بتصيري أحسن. مروان لا تروح لو سمحت، بترجاك لا تتركني كارلا. تصبحي على خير. Sanki göz göre göre bir yanlışın içindeyiz. Yağmurun, çamurun içinde, elveda ve merhaba arasında bir yerdeyiz. İstedim, inan çok istedim, seni bilmiyorken bile yollarını gözledim. Şimdi elin elimde, dudakların dudaklarımda. Bana dedin ki başka bir gün gel, böylesi güzel, başka bir gün sev, dönersem eğer. فرعنا اللي بأنطاليا عم يشتغل أسرع من المتوقع، لأنه اخترنا شخص خبير. أنتوا تابعوا شغلكم وخلينا عم نعمل اللازم. تمام مروان بيك، نحن رح نعمل اللازم، لا تقلق. بتشكركم يا جماعة، هذا كل شيء لليوم. يعطيك العافية. ما حسيت تعب، بدي اياك شوي.
ليكي انا رح صبر كل كان الاجتماع سريع. يعطيك العافيه مروان، برايي نطلع نتغدى. تفضلي. او اذا بدك صور لك اياهم. انت بتتخلي عن حبيبك كرمال مصلحته؟ هذا هو السؤال. ايه اسراء، انا عم استنى جواب مشان ارتاح. قررتي تتخلي عن حدا؟ مين هو هالمره؟ اعطيني جواب صادق. ليش قلتي هيك لرفيقتك زينب؟ هالحكي قلته بدون ما اقصد. اسراء لا تلفي وتدوري، انا عم اقول هيك لاني شفت صدق بعيونك. كنت عم تطلعي فيني وكانك عم تقولي ما عندي حل غيره. فيني اعرف شو اللي عم يصير معك؟ في شي مخبيتيه وانا بدي اعرفه. حاج تسأل بقى، هيك رح يكون أحسن لنا بعد من وشي. تسمح لي ادخل؟ طبعا طبعا، تفضلي فوتي. كنان، بدنا نضل على الحالة انا وياك؟ كتير مهم بالنسبة إلي وأنا مالي حابة إني أخسرك ابنه. صدقني إذا خسرتك رح كون مقهورة. لا لا، ما في داعي إنك تزعلي بنوب، ما رح تخسريني أنتي طبعا. بس أنا بصراحة يعني شوي انقهرت، ما فيني أنكر هالشي. كنان، إذا حدا بيستحق يكون سعيد بهي الدنيا فهو أنت. بعتذر من جوا قلبي. لا شو عم تحكي انت؟ لا ما في داعي انك تعتذري لانك ما حبيتيني لو سمحتي. بس ما تنسي يعني مثل ما انت عندك حق ما تحبيني، انا عندي حق احبك. لهيك لو انت رفضتيني ما رح تختفي مشاعري تجاهك، وما رح تقدري تمنعيني اني حبك وخبي هذا الشي جواتي. كنان ليكي خلص، سكري على الموضوع، سكري على الموضوع هلا وخلينا نحكي بشي اهم. ولا تنسي اني عضو مجلس اداره ولازم كمل شغلي حتى لو مكسور قلبي. انت حابه انك تساعديني؟ طبعا حابه ساعدك. شو رح نساوي هلا؟ طيب ليكي، شركات تنظيم الاعراس قصروا بشغلهم، شو رايك نهتم فيهم؟ والله فكره، رح نبلش شغل. انا رايحه اجيب اللابتوب وراجع لعندك، ما بتاخر. يلا على الشغل، عم بستناكي هون. روحي يلا لا طولي. يلا. أوه. عزيزتي كارلا، يا الله زينو، أنا عقلي كتير مخربط. يعني شو ما عملت مروان ما عم يرضى يبعد عني. مبارح ونام بالشركة، بتعرفي زينو؟ لا ما دريت والله، بس دريت أنه تحددت جلسة الطلاق تبعهم، ناطرين خبر من المحكمة. عن جد؟ يعني هو بيحبك وأنت بتحبيه، هالشي واضح، وكذبة زواجه رح تنتهي. أنت ليش كتير معندة وراكبة راسك؟ ما عم بفهم بنوم. خلاص إسراء بكفي بقى، مليت منك. عادي هون وحكي لي شو عم يصير معك، شو عم تخبي علي، فهميني بقى. كارلا هددتني. كيف؟ كيف يعني؟ هددتني إنها تأذي مروان وأنا خفت عليه كتير. دقيقة لأستوعب، لهلأ ما فهمت عليكي. كارلا لما رحنا على أنطاليا خلت شخص يصورنا ونحن عم نحكي على الشط ونحن وبالمطعم، بعدين أنا اضطريت إنه روح لعند مروان لأنه أخذت له ضماد والكاميرات بالفندق سجلت، عم مبين بطريقة غلط فهمتي؟ بس بيني وبين مروان ما صار شي بالمرة، وهلأ صرت مثل النسوان اللي بيخربوا بيوت العالم، وإذا نشروا صور بتصير فضيحة. كيف بدي أطلع بعيون العالم أنا؟
إذا سمعوا أبي وأمي رح ينهروا كتير، رح يفكروا إنه صار شي بيناتنا. هو ما صار شي بالمرة زينه، كل الموضوع تلفيق مو أكتر. العمى العمى، طلعت هالكار لحية. بتعرفي إنه الشيطان بيوقف بالزاوية وبيقعد بيتعلم منها؟ إيه؟ أكيد ما رح تسكتي عن هالتهديدات هي، ما هيك؟ افترضي إني أقنعت أبي وأمي، شو أعمل بكارلا؟ عم تهددني طول الوقت إنها بدها تاخد الشركة من مروان وبدها تتركه بلا ولا شي وتاخد منه حلم حياته. إسراء، برأيك الشركة بتهمه لمروان؟ معقول ما تهمه يعني زينه؟ هالشركة بالنسبة لقاله كل شي. أنتي بتعرفي منيح إنه عم بيشتغل سنين على مشروعه، تفضحه قدام كل العالم رح ينحط بموقف فشع، وفوق منه رح تاخد تعب حياته. مستحيل، ما بقدر أعمل هيك شي بمروان. مشان مصلحة حبيبك تخليتي عن حبك، هلأ فهمت شو في براسك. بس ما معك حق بنوب، إسراء يلي بعرفه ما بتسكت عن هيك تهديدات بالمرة. شو فيني أعمل زينه؟ مو طالع بإيدي ساوي شي. تحملي حالك وبتروحي بتحكي كل شي لمروان، بتقعدوا مع بعضكم بركي بتلاقوا حل انتو الاثنين. هالمرة رح تكملوا سوا. انتي المرة الماضية ارتكبتي نفس الخطأ، حاربتي كل شي لحالك ومروان ضل عم يتعذب سنين بدون ما يعرف الحقيقة. إسراء، لا ترجعي تغلطي نفس الغلطة. تاريخ تحدد والسبب معروف. ليش انتي وافقتي على الطلاق؟ انا ما عاد يطلع بايدي شي. شو بدك تساوي ما بعرف، اللي عندي قلته. وانا ما بعرف كمان، يعني اجلي الموعد مثلا او اطلعي بشي حجة انه الوراق ناقصة. بس اعملي شي، انتي محامية، اخترعي اي حجة بس اوعك حدا يعرف انه هالشي بسببي. تمام تمام حبيبتي، انا رح شوف شي طريقة وبأجل الطلاق. هلأ بالاذن، يلا بشوفك. بشوفك، ناطرة تليفون. اتفقنا. ما كان ناقصني غيرك. أنا ما قلت لك لبقى تتصل فيني؟ أنا ما كان بدي حكيكي كارلا، لو منلتقي ما بيضل في سبب لدقلك. أنت شكلك ما عم تفهم حكي، فهم هاي الشغلة صارت مرة واحدة بيناتنا ومستحيل تتكرر، فلا تتأمل على الفاضي ولا تزعجني بعد هلأ أبدا. كارلا خانو؟ موسى؟ في ورق لازم توقعيه جبتلك ياها. تمام موسى. بدك اي شيء تاني؟ لا بس هيك، شكرا لك. يعطيك العافية. الله يعافيكي. أهلا وسهلا. مرحبا، أنا فايت أتحمم وبعدين بدي أخذ كم غرض ونازل على الشركة. تمام، بس أنت ليش هيك عم تعمل؟ مانك مضطر تنزل على الشركة مروان، حكينا بموضوع العيشة بنفس البيت سوا. كارلا، إذا بدنا نعيد نفس الكلام ما منستفاد شي، مفهوم؟ بدي أتحمم وأخذ كم غرض ونازل على الشركة، وأصلا في عندي شغل. لازم حاكي، أنا لازم حاكي، لازم حاكي.
مروان رد لو سمحت، رد بسرعة رد. نحن لازم نحكي ضروري، خلينا نلتقي بالبيت يلي ساويته كرمالنا. لا 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 لا، ما فيكي تعملي فيني هيك إسراء. شو رح تشرحي لمروان؟ مروان أنا بدي روح شوفك. إسراء، 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 افتحي عيونك إسراء. إسراء، 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 دكتور، حدا ينادي للدكتور بسرعة. يا حالة إسعافية، جيبوا النقالة. ساعدونا. إسراء، تعي تعي، تحملي تحملي، وصلنا جينا المستشفى. تحملي، ساعدونا ساعدونا، عيدوا للدكتور، نادوا للدكتور. يلا يلا بسرعة، يلا تحملي بسرعة، يلا تحرك تحرك ويلا تحملي. إسراء تحملي بسرعة بسرعة دكتور. إسراء عفوا يا أبي، استنى لو سمحت. يلا يلا يلا، انت لهون ما عاد فيك تفوت، بدك تستنانا لنخلص. قديش صار ماضي وقديش ما اتصل هذا يعني؟ جاي حاكي. ها مروان، مروان، ليكو ليكو. ألو مروان، شو صار؟ كيف؟ شو عم تحكي؟ طيب ماشي، انت وين هلا؟ جايين لعندكم. ليش وينهم؟ وين بنتي؟ شوفي شو صار، احكي. مروان
لك خلصيني احكي شو صار. إسراء بالمستشفى، أخذ مروان على المستشفى. ألو نعم. ألو مروان، طمني شو صار معك؟ لقيت إسراء ما هيك؟ بالمستشفى أنا. أنت بالمستشفى؟ ليش شو صار؟ لقيت إسراء غرقانة بتنام كارلا، أخذتها على المشفى. وإسراء كيف ما صار لها شيء مو؟ عايشة، عايشة وهي هلا بالإسعاف جوا. طيب بأي مستشفى أنتوا؟ اللي مشان أجي لعندكم. بالمشفى الحكومي بيقتش. تمام. يلا أنا جاي فورا. إذا عايشة رح تحكي للكل عن اللي صار. رجاكي اللي بقى تبكي، لا تعملي هيك، بوس ايدك. خلص اهدي شوي. هي روحي. طمنا دكتور، طمنا شو عم بيصير. ان شاء الله لو سمحتي طولوا بالكم يا جماعه. معلش تفهموا لحتى تفهموا مني، وضعها هلا استقر بس صاير معها اصابه متوسطه. شو يعني؟ تعرضت لارتجاج بالدماغ، بدها تتلقى العلاج لفتره قصيره بس تجاوزت مرحله الخطر. نحن مضطرين نحطها تحت المراقبة لمدة 24 ساعة بالمستشفى. ما في داعي تقلقوا، هلا رح ننقلها على غرفة وبتقدروا. شكرا كثير بالشغل. الحمد لله على السلامة. شكرا لك. عالسلامة. روحي خلصي من قلبك يا رب. مروان اطلع فيني، تعرف شو اشيل أسراء، ما حدا حيخلصك من بين ايدي، عم تفهم؟ أكرم ما بقى تتهمني، أنا ما عملت شيء، ما كنت هنيك أصلا. لك عم فهمني شو كانت عم تعمل ببيتك؟ ما بعرف. لك شو عم تعملوا؟ نحن بالمستشفى. مروان مروان طول بالك، خلص اطلع لبرا وخذ نفس. ايه مروان معلش اطلع لبرا وخذ نفس، اذا صار اي شيء انا بخبرك. بنتي خلص اهدي ماما. اطمنتي؟ طلع ما في شيء. وقال انه ما في شيء، خلص روحي. لك بس عم اسرع شو له شغله ببيت هداك. خلص بابا بنحكي بالموضوع بعدين. خلص ما يا من وقتك هلا اسكت. تمام تمام اهدي شوي روقي. عم دوخ بابا. بابا كأنه ارتفع ضغطك. فهمني شو عم يصير معك؟ انا رايحه نادي لشي دكتور. بابا حبيبي شو حاسس يا من حبيبي؟ عفوا لو سمحتي. تسمعي خير شو صاير؟ ابي معه ضغط على الاغلب ارتفع ضغطه. سلام ممكن تيسي له هيك طبعا. قوم بابا على مهلك. تعال معي شوي. انا معك. خلص ماما ما يهمك، انا كم شو ديروا بالكم عليه من شان الله. انا معك بابا. شو بدي أعمل بيربل؟ يا ربي شو بدي أعمل؟ أنت من قرايبين إسراء أرتان؟ لا أنا رفيقتها. إسراء خانم صارت بالغرفة 128، فينك تشوفيها وقت بدك. شكراً كتير إلي. معلش تخبري باقي العيلة لو سمحتي؟ شكراً كتير. الحمد لله على سلامتها. أنا على باب المارينا. إسراء؟ مروان لو سمحت ضب أغراضك ويلا خلينا نروح على الشركة بسرعة لو سمحت. أنا عايش هون وعم يشتغل من هون يا إسراء، شو بتحبي تشربي؟ قوم خلصني ما بدي أشرب شي. أنت مو ملاحظ استهتارك؟ كل العميل من عملائنا ما عم بيقدر يتواصل معك، عم بيروح على الشركة المنافسة. إذا ما بدك تخسر شركتك ويروح تعبك على الفاضي قوم معي يلا. فيكي نان
خلي كنان يهتم فيهم يا أسرة. هداك ليش قاعد هني؟ وأصلاً كتير كان متمني إنه هيك يصير. مروان أنت بتعرف إنه الشغل مستحيل يمشي من دونك، ونحن ما بنقدر نكمل من دونك. الكل عم بيسأل عنك، وإذا بتضل عم تتصرف في هي الطريقة رح تتضرر شركتك. يلا لو سمحت قوم وخلينا نروح على الشركة. تتضرر شركتي؟ أنت ليش مشغول بالك علي بالله؟ وليش اجيتي لهون بعدين؟ لأنه إذا حضرتك ضليت عم تتصرف في هي الطريقة كنا رح يعمل اجتماع مجلس إدارة ويسحب الإدارة منك، إلا إذا كنت حابب شركتك وحلمك وتعبك تخسره. خليه ياخده، ياخذ الشركة. أساساً أخذ كل شيء من إيدي، ما بيكفي؟ وقفت على الشركة يعني؟ لك خلص لحاج بقى. ملاحظ حالك كيف صاير؟ تخليت عن كتير شغلات كرمالك، مالك شايف عيونك؟ انت كرمالي عن شو تخليتي اسراء؟ عم اسالك انت عن شو تخليتي كرمالي اسراء؟ كلمه بسياق الحديث هيك عم تعمل، دائما هيك عم تعمل. عم قول تمام مروان، البنت اجت وقفت قدامك وصارحتك وقالت انها بتحب واحد تاني وخلص تمام وتقبل مثل الافندي وانسحب، وبعدين شو بيصير؟ تجي بتعطيني شيء تمسك فيه اسراء، ليش هيك عم تساوي؟ مالك شايفة حالتي؟ ليش عم تعملي فيني هيك؟ عم تحرقي لي قلبي من جوا. تمام خلص تمام. ليكي في شي ما بعرف شو هو، بس في شي. اسراء شو عم يصير؟ عم اسألك لآخر مرة اسراء، في شي أنا ما بعرفه، لو سمحت قولي. ما عم بيصير شي بنا. طالما ما عم يصير شيء روحي يا أسرة، روحي وتركيني بحالي، وما تفكري بشي ولا تفكري فيني كمان، وما تفكري بالشركة وما تفكري بأي شيء. روحي أسرة، روحي روحي. يلا إسراء. هو ما بده يجي. بتسد إيدينه جاي على بالي صرخ بأعلى صوتي وكسر أي شيء بيطلع قدامي. أنا ما عاد قادرة أتحمل، حابة أقول كل شيء وارتاح بقى. ما عم بقدر أتحمل شوف مروان بهاي الحالة ومو طالع بإيدي أعمل له شيء. والله العظيم مو قدرانة، حاسة حالي رح أجن وأنا مو طالع بإيدي ساوي شيء. عن جد أنا حاسة إيدي مربطة. العمى على هالموقف، والله أنا خايفة عليكي. تعرفي إسراء، مني ومنك بروح لعنده وبحكي له كل الحقيقة. زينب حاجة طقحنا، الجماعة عم يستنوا حسابهم. رح أخذ لهم يا يابي. يلا حاجة تضيعي وقت. تمام. زينب حبيبتي أنت سمعتي كلام من مديرك، أنا آسفة كتير. من غير شيء أنا دائما موجعت لك راسك. يلا روحي لشغلك وبعدين منحكي. ما عندي شيء أهم منك. اسمعي يا بنت، وينك انت هلأ؟ بخلص شغلي وبجي لعندك فورا. أنا عشت عند القوارب، المكان اللي بيجي عليه دايما، حابة أقعد لحالي شوي. يلا بوساتي إلك، باي باي. تمام يلا بشوفك. أتصل بكينان. يا اسراء. مرحبا كنان. انا اضطريت انه اطلع بكير من الشركه وخلصت كل شغلي، وما بظن اني ارجع اليوم، ولهيك قلت بتصل بخبرك. طيب انت وينك هلا؟ انا هلا عشط البحر بمينا القوارب،
غريب من شركتنا. بس صوتك ما نو منيح بنوب، صاير معك شي؟ لا أنا منيحة منيحة كنان، لازم سكر هلأ وبعدين منحكي. باي باي. تمام شوفك. تفضل يا بيك، أهلا وسهلا فيك. أنت شو عم تساوي هون؟ إجيت لحتى أشوف كارلا. احمل حالك وأمشي من هون، لا تخليني ضايقك. اهدى يا كينا. مارك؟ كارلا شو عم يساوي هون هالواطي؟ أنا اتصلت فيه، هداك اليوم اجتمعنا مع بعض بالصدفة وقلنا منشرب قهوة ولهيك إجا لعندي. شفت؟ أنت جنيت، شو جايبك عالشركة؟ كارلا أنا اجيت لحتى تعب لما حدا يشوفك. شو مفكر حالك عم تعمل مارك؟ هاد شو بتسميه؟ قلتي رح تتصلي وما اتصلتي وما عم تردي على رسائلي، وانا قلت بمرق وبطمن عليكي كارلا. ما فيك تعمل هيك، ما فيك تدخل حياتي بهالشكل وانت بتعرف الوضع. هلا اذا شافك مروان شو بدي برر؟ كارلا تعرفيني انا مالي من الرجال اللي ممكن تتصلي فيهم بس تملي او توقعي بشي مشكله، مو هيك؟ كارلا انا ما بكتفي بهذا الشيء وبتعرفيني منيح. طلعي لا تنكري وجودي ابدا، وأنا ما بضطر إجي لعندك وذكرك بحالي. تمام خلص فهمت عليك. كارلا طلعي، أنت مديونة لإلي بفنجان قهوة. تمام. قول يا موسى، اللي اليوم ضغطت كتير على إسراء، قول يا موسى واحكي. ايه يا أخي أنا إذا بدي أحكي الحقيقة اليوم الضغط زيادة على إسراء، وأصلاً البنت كل اليوم كانت عم تبكي ومبين إنه مقهورة من عيونها. ايه أهلين زينو. ألو موسى، بظن إسراء ومروان متخانقين وصوت إسراء ما عجبني بالمرية، حكيتها من شوي، فبدي إياك هلأ تحمل حالك وتروح لعندها. هي عشان أنا بالشغل ما بقدر أطلع. زينو أنا هلأ مع أخي مروان، بعدين بتصل فيكي وبنحكي. ماشي تمام. أخي شو بدك موسى؟ اتصلت زينو أسرع على شط البحر ومتضايقة كتير، وزينو مو قادر هلأ تطلع من الشغل. لوين أخي؟ لوين رايح؟ شو عم تساوي هون؟ شغل لي بالي صوتك على التليفون، ولما قلتي انك هون على الشط ما تحملت واجيت لعندك فورا. انت ليش عم تبكي؟ شو صاير؟ اسراء طلعي فيني، انت فيكي تحكي لي. يلا احكي عم بسمعك. انا مالي منيحة، مالي منيحة. روقي اذا سمحتي خلص لا تبكي. مالي منيحة أبدا. لا إسراء مو هيك غالين علي.
احكي شو اللي مضايقك. بركي بقدر ساعدك. انت بتعرفي انه فيكي توثقي فيني. كنان صدقني انا بوثق فيك كثير، بس هاي القصه لازم حلها لحالي ولازم لاقي لها حل باسرع وقت ممكن. بس مع هيك بتشكرك لو وقفتك جنبي، عن جد بتشكرك من كل قلبي لانه واقف جنبي على طول. اسراء كوني واثقة انه امتى ما احتجتيني رح تلاقيني. شكرا. صار لازم امشي. طيب امشي خليني وصلك على البيت يلا. اوف والله تعبت اليوم يا يامن. ايه شو بدنا نعمل يا حياتي؟ شو بدنا نعمل؟ انا اجيت يعطيك العافيه. اهلا وسهلا بنتي. اهلين يا عمري. اهلا وسهلا بنتي. على مالك شوي شوي. اذا ما في شي ساعدكم فيه رح اطلع على البيت ممكن؟ اسراء انت فيكي شي؟ ليش هيك وشك؟ ولا شي، بس شوي تعبانه. تعبانه يا روحي؟ ماشي لكان اطلعي على البيت وريحي حالك. رفيف ما لهون. يي كيف يعني ما لهون؟ وينه؟ راحت اجت زمرد واعتذرت منها. لا ليه زمرد الساحرة بتعرف تعتذر من حدا؟ لكان امك الملاك ما تحملت وراحت صالحت زمرد. ما عرفت يا امين. ايه امي قلبة طيب. ايه طبعا قلبة طيب. انا مرتي ما في منها بالكون كله، حتى عدوتها بتصالحها مع بنتها. هذا اللي كان لازم يصير. شو اعمل يا محسن صدفي؟ انت هيك دائما، قلبك ما بيطوعك تتخلي عن حدا بسهولة. انا قديش شايف بحياتي بشر مثل امك الله ما خلق يا بنتي، لك تصوري سامحتني بعد ما حرقت المحل وما تخلت عني من وقت ما تزوجنا. ايه لاني متأكدة وواثقة انك بتحبني. الانسان وقت اللي يحبه ينحب بيتغاضى عن كل اخطاء شريكه. يا حبيبتي مرقنا بمشاكل كتير كتير. مثلا ستك ضلت شهور ما تحكي معي لأني بدي اتزوج من أبوك. منيح إنك أصريتي على رأيك وما تركتيني. لأني بحبك. أنا حاسة بمشاعر تجاه كنان. أنا ما بحبك يا مروان. خلصنا. مروان؟ 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 مروان شو صاير معك؟ شو القصة؟ إيدك عم تنزف. خلينا نروح على المستشفى بسرعة مروان. شو اللي صار؟ ليش مجروحة إيدك؟ ماني حاسس بشي. مروان ليش عم تعمل هالتصرفات؟ ليش عم تأذي حالك؟ قول انت غالي كتير، لا تسمح لحدا او لأي شي يزعلك للحظة وحدة. عارف قيمة حالك. انا ما عم اتحمل شوفك بهالحالة. انا بعشقك من كل قلبي، بحبك اكتر من حالي تصور.
ألو زينو؟ شوفي أنا قررت قرار مهم، شو ما صار يصير أنا بدي روح وأحكي لمروان ورح أفهمه كل شي صار، بعدين بشرح اللي صار لأبي وأمي، هنن رح يفهموني أكيد لأنه هنن بيحبوا بعض، وأكيد رح يتفهموا المشاعر اللي جواتي لأنهن بيعرفوا الحب، بيعرفوني رح أقول الحق. صباح الخير حبيبي.